ماشي. ده اللي في نود اكزامينيشن اهوت، تمام. هنسال لك ايه الجروب اوف الليمف نودز اللي هي الاكزامين؟ السيرفايكال ليمف نودز سوبرفيشال اند ديب. اللي في الاول دي كانت سوبرفيشال، وادي الايه الديب زي ما اتفقنا، تمام. وادي اللي هي السوبرا كلافيكولار ليمف نودز، ماشي. اللي هو كده عمل الايه ترانسفيرس سيرفايكال، وبعد كده اللي هي الديب سيرفايكال، ماشي، زي ما اتفقنا عند البوستيرو هيد بتاع الاسترنوماستويد قدامها وايه ووراها، تمام. ادي الايه اول سؤال. الحاجه الثانيه بيقول لك ايه، وات ار ذا بوسبل ابنورمال فاينكس اند زير بالمونري كوزز. هتقول له اللارج ليمف نودز ديو تو الكوزز اللي احنا قلناها، اللي هي ساركويدوزيس، تمام، تي بي، برونكوجينيك كارسينوما، وليمفوم، تمام. طيب الفيديو اللي بعد كده برضه نفس الكلام اهوت، الترانسفيرس سيرفايكال وادي الديب سيرفايكال. الفيديو اللي بعد كده ده اللي هو الايه بيكزامن زي ما اتفقنا اللي هي الفلابي تريمورز، تمام. وقلنا الفلابي تريمورز او الكورس تريمورز او الاستريكسز كلها نفس التسميه، بتحصل عندنا مالتيبل فليكشنز اكستنشنز كده في الميتاكاربوفالينجيال جوينتس لو حصل البيشنت دخل في هايبر كابني، ده الكوز الوحيد اللي عندنا يعني. العيان بيفرد ايديه كده وبشوف هل حصل فليكشن اكستنشن كده في الايه في دول يعني، بس الاول بتخليه يفرد ايديه كده وتحاول ايه تزق بايدك كده ايه يعني تتني دي لورا وتسيبها، لو هيرد عليك بفليكشنز اكستنشن كده قدام ورا يعني ايه يبقى ده عنده الفلابي تريمورز، فاهم قصدي؟ او حتى من غير ما تحط ايديك هتلاقيه هو فارد ايديه كده عمال ايه يعمل فليكشنز واكستنشنز هنا كده، دي اسمها فلابي تريمورز. الفاين تريمورز زي ما اتفقنا بيبقى فارد ايديه من غير ما يوقفهم كده، هتلاقي فيه زي رعشه كده فيه، تمام. وقلنا الفاين تريمورز عندنا سببها ايه؟ سالبيتامول والتايوفيلين والهايبوكسيا، انما ده التست بتاع الايه الفلابي تريمورز، بتوقف ايديه كده بتفرد ايديه كده، تمام، وايه بيبقى موقف بيفرد دراعه كده بيوقف ايديه، ولو حصل مالتيبل فليكشنز اكستنشنز يبقى دي بتاعت الايه الفلابي تريمورز بتاعتي، تمام. اوكي الفيديو اللي بعد كده هنا الفيديو اللي بعد كده ده هيقول لك what is the part being palpated، ده الهارت طبعا او الابيكس اوف هارت. ايه النورمال سايت السيرفس اناتومي، قصده الابيكس مش الهارت كله يعني تمام، يعني سيبكم السيرفس اناتومي دي، هيقول لك ايه المكان بتاعه الايديال يعني او النورمال. قول له ليفت فيفث انتركوستال سبيس جاست انسايد الميد كلافيكولار لاين، left fifth intercostal space just inside the left midclavicular line. يبقى الايه البارت بتاع الايه بتاع الاكزامين ده اللي هو الايه الابكس اوف ذا هارت، تمام، ومكانه او السيرف سناتو بتاعه left fifth intercostal space just inside the midclavicular line، تمام. طبعا بيعد اهوت السبيسز، واحنا قلنا بنعد السبيسز ازاي، لاند مارك بتاعتها اللي هي الاسترنال انجل اللي هي على ما بين المانوبيا والاسترنال بودي،
يبقى فيه الجنكشن او الحته الليفيتر كده شابك فيها على طول السكند ريب، خلاص انت كده حددت انت فين. تحت السكند ريب السكند سبيس، بعد كده السير، بعد كده الفورس، بعد كده الفيبس. ماشي. بعد كده برضو ده نفس الكلام بيحدد الايه الابكس اوف هارت اهوت، يبقى وات ذا بيرس اوف ذيس تيست تو اسيس ذا ابكس اوف ذا هارت. تمام. وات ذا بوسبل ابنورمال اوت كم في السي او بي دي بيشنت، احنا اتفقنا ممكن يبقى في حاجه اسمها كور بالمونال. تمام. الحاجه الثانيه ممكن يبقى نوت فيلت نتيجه الهايبر انفليشن بتاع البيشنت او ديسبيسمنت اوف ذا هارت ابكس. يا جماعة سامعين ولا ايه؟ يا دكتور سامعين حضرتك. تمام اوكي. طيب التست ده بيأسس التراكية، احنا ما قلناهاش المرة اللي فاتت. تمام. طبعا واضحة يعني التراكية عشان محدش يألف أي حاجة تانية، هي يعني الاستراكشر اللي هنا اللي في النص هنا وبيشوفها ديفييتد ولا لا. يبقى الـ purpose of this test to assess the position of the trachea أو tracheal position. تمام. طيب بيقول لك what are the possible abnormal outcomes في الـ chest causes يعني في tracheal shift. لو حاجة ipsilateral shift، حاجة شادة التراكية ناحيتها، هيبقى إيه؟ atelectasis أو fibrosorax. atelectasis أو fibrosorax. طيب لو حاجة موجودة تزق التراكية الناحية التانية أو contralateral shift زي الإفيوجن أو النيموثوركس. تمام. يبقى الابسيلاترال شيفت نتيجه اتلكتسيز او فايبروثوركس، والكونترالاترال شيفت نتيجه بلورال افيوجن او نيموثوركس. موضوع سهل جدا وبسيط يا جماعه، بس عايزين سرعه بقى لان الامتحان ربع ساعه، هنبدا الساعه 9:30. ماشي. وندخل جروب ورا جروب كده، والامتحان مش شبه بعضه عشان طبعا اللي هيخلص هيبلغ اللي لسه ما امتحنش، فكل جروب بيبقى ليه امتحان مختلف. ماشي. عشان بقى يعني ما تفكروش انكم تقدروا تضحكوا علينا يعني، بس الموضوع بسيط ما تقلقوش خالص. ده طبعا الليك فينز اهي شايفين كونجستد وبالسيتنج اهي، شايفين البالسيشنز واضحه ولا ايه؟ دكتور ممكن حضرتك تكبر الشاشة لأنها مش واضحة قوي. طيب حاضر. تمام كده. هي الصراحة البالزيشن مش واضحة، هي في الامتحان واضحة. بصي هتلاقي هنا كده. طب الكونجيشن واضح؟ ايوه الكونجيشن واضح. طيب هقول لك على حاجة، لو قال لك كومنت على النيك فينز اكتبي فيه كونجيشن في النيك فينز، ايه البوسيبل اوت كوم؟ هتقولي كونجستد وبالسيتنج في الكور بالمونير، وكونجستد نوت بالسيتنج فين؟ الميدياستاينال سيندروم. تمام خلاص. بس دي بالسيتنج بصراحه، ممكن البالسيشنز ما تبقاش واضحه بالنسبه لكم. تمام. بس هي بالسيتنج يعني في انت بالسيشنز ده، بس الكونديشن اهم حاجه واضح مش كده؟ تمام يا دكتور. اسيبكم التست ده، التست ده بتاع النيك فينز. تمام. شوف الجودنر فينس بالس والكلام ده، سيبكم الكلام ده مش هيجي.
حد فتح المايك والنبي بيعمله ميوت يقفله. ده الصوت بتاع الويزس اللي ما اسمهاش ويزس، يركز قوي كده بصوا هتلاقي صوت تزييق كده مع الـ مع الانسبيريشن واكسبيريشن. سامعني؟ اه واضح. اللي كان بيسألني عايز صوت ويزس يا قوم. لا يا دكتور مش واضح، مش مفيش صوت مسموع اصلا. الصوت عندي كان عالي، الصوت عندي هو ايه. هو ما فيش صوت اصلا. مش واضح؟ لا يا دكتور الصوت مش طالع عندنا. تمام ماشي. ريبيتيشنز طبعا مش هتبقى. طيب ماشي انا فاتح من 2 اكونت. طيب بالنسبه لدي احنا شفناها ده بيأسس ايه؟ ها اللي حضر معانا المره اللي فاتت ده الشيست اكسبانشن يا دكتور لور زون. بالظبط كده بيأسس الشيست اكسبانشن في الباك، في انهو زون، في اللور زون. ايه البوسيبل اوت كمز؟ اما ديمينيشد اكسبانشن اون بوست سايز نتيجه ديفيوز ديسيز ضارب الناحيتين زي السي او بي دي او الانترستيشال لونج ديسيز، او ديكريز الشيست اكسبانشن اون وان سايد نتيجه افيوجن نيموثوركس فايبروثوركس او اتلكسيس. تمام؟ عارف الراجل ده مكتئب ليه؟ ها آه التست ده بيأسس ايه بقى؟ برضو chest expansion بس اللور وادي الابر هنا. تمام نفس الكلام برضو ايه البوسيبل ابنورمال اوت كومز ديمج ده على الناحيتين او ديمج ده على ناحيه كوزز خلاص خلاص عرفناه. طيب ايه اللاين اللي هو بيعمل بيركشن ده؟ بارافيرتابرو وايه النورمال ليفل اوف دالنس على الناحيتين؟ 11 11 بالظبط كده. طيب ايه اللاين اللي بيعمله بيركشن ده؟ ميد اكزيلري. ميد اكزيلري والنورمال ليفل اوف دالنس على اليمين وعلى الشمال. على اليمين 7 ايوه وعلى الشمال 9.
تسعة بالظبط كده. طب ايه الكوز اوف دالنس على الناحية اليمين؟ ايه اللي عامل الدالنس على السبعة ده؟ الليفر صح؟ والناحية الشمال طبعا السبلين. ماشي، أسئلة هبلة خالص اهي. ماشي يا جماعة ولا ايه؟ تمام يا دكتور. ايه الاريا اللي بيرسمها هنا؟ تروبس اريا. ايوه كويس اوي، دي هتجيلكوا دي. طيب ايه البوردرز بتاعتها؟ حد يقولها لنا بسرعه كده. اللور بوردر بالكوستال مارجن، والابر بوردر البيس بتاع اللانج، لانج فوق واللانج كوستال مارجن تحت، والشمال معمول بالليفت لوب بالسبلين، واليمين معمول بالليفت لوب ليفت، صح كده؟ هو تمام يا ايدك يد. دكتور. تمام، البوردر ده هو معمول بمين؟ بالبيز اوف ذا ليفت لانج. تمام، البوردر اللي تحت ده معمول بمين؟ اللاترال تو ثيردز اوف ذا ليفت كوستال مارجن. اوكي، البوردر ده هو معمول بمين؟ بالليفت لوب اوف ذا ليفر. ماشي، الليفر جاي من هنا، رايت لوب هناك، وادي الليفت لوب هنا كده خلاص. البوردر بقى اللي تحت ده هو اللي هو بيرسمه ده معمول بمين؟ بالانتيريور بوردر بتاع السبلين. يبقى دي البيز اوف ذا ليفت لانج، انتيريور بوردر سبلين، لاترال تو سيرس كوست ليفت كوستال مارجن، وادي مين ده؟ الليفت لوب بتاع الليفت. الكونتنت بتاعتنا هنا في مين بقى؟ فاندس اوف ذا ستومك. بالظبط كده. الكوزز اوف دالنس بقى في ذيس اريا، ها يلا حد يقول غيرك. فول ستومك، ستينوميجالي، هيباتوميجالي، لانجوميجالي. طب الهايبر انفليشن بتاع اللانج يعمل نوت ايه هنا؟ هايبر ريزونانس. هايبر ريزونانس بالظبط كده. يبقى النورمال نوت اوف بيركشن، للناس اللي مش مركزه معانا او ما حضروش معانا المره اللي فاتت، النورمال نوت تيمبانيتك او تيمبانيك، شبه الطبله كده، لان ده فيها الفانوس اوف ذا ستومك، وده بيبقى فيها هواء ايه مضغوط. تمام، طيب انت تبقى ضال بقى لو حاجه في، حط لي مشاكل كده في البوردرز، ادي الليفر يبقى هيباتوميجالي او سبلينوميجالي، او حاجه في اللنج عليها مثلا افيوجن، او في ماس، او في كونسوليديشن. تمام، او حاجه جايه من تحت الايه الكوستال مارج، زي مثلا موربيد اوبيزيتي ومكمله لفوق، او اسايتس ومعدي ايه مكمل لفوق. تمام يا جماعه، دي الكوزس اوف دالنس. ماشي، بس وانت بتكتب الكوزس اوف دالنس في التروبس اريا ما تنساش البلورال افيوجن. ماشي، لان بيقول لك ايه الفيرست كلينيكال ساين اوف ليفت سايد بلورال افيوجن از دالنس في التروبس اريا. ماشي، تروبس اريا مهمه، اديني قلت اهو. حد عايز فيها حاجه؟ تمام يا دكتور. لو حد عايز يعرف النقط بس مكانها فين، بس يعني مش مهم قوي، ده الـ النقطه دهيت محطوطه في عند الريب. بس مين الفريم ده؟ تمام يا جماعه، بس هكنسل على الفريم عليا. النقطة ديت عند الريب السادس ميد كلافيكولار لاين. تمام، ادي النقطة دي، النقطة دي عند الريب الثامن باراسترنال لاين. تمام، النقطة ديت عند الريب التاسع ميد اكزيلري، ودي 11 برضو ميد اكزيلري. تمام، يبقى 6 9 و8 11. تمام، يبقى 6 ميد كلافيكولار، 9 ميد اكزيلري، 11 ميد اكسيلري، 8 باراسترنال. نقولهم تاني،
طيب ايه طبعا الساين اللي هنا من غير حتى ما اشغل الفيديو فيه انتركوستال ريتراكشن واضح جدا. حد شايف اي ساين تانيه غير الانتركوستال ريتراكشن؟ في هوفر ساين. ها يا جماعة في سوبراستر ريتراكشن. ايوه برافو عليك، في سوبراستر ريتراكشن اهوت، وفي سب استرنال برضه ريتراكشن. هوفر، مين اللي قال هوفر؟ مين اللي قال هوفر ساين؟ انا قلت يا دكتور. ها يعني ايه هوفر ساين يا دكتوره؟ inward medial movement للكوستال مارجن during inspiration، صح كده؟ طيب الكوستال مارجن اهوت، هل اثناء الانسبيريشن بيدخل لجوه ولا بيطلع لبره؟ انا هشغل لك الفيديو اهوت وانت قولي لي. اوكي لا بيطلع لبره، سوري ما فيش هوفر ساين. يبقى اللي موجود انتركوستال ريتراكشن وسوبر استرنال وسب استرنال ريتراكشن، تمام؟ طب لما يبقى كل ده موجود يبقى البيشنت ده عنده سيفير ريسبيراتوري ديستريس، ماشي؟ هي ساين واحده يعني، سيبكم من رقم يعني ثلاثه ساينز خلاص؟ يعني ريتراكشن انتركوستال سبيسز ادي واحده، سوبر استرنال وسب استرنال ريتراكشن. ايه الاريا بقى دي اللي بيركزت؟ كرونيك اسمس. كرونيك اسمس بالظبط كده. تاني اهوت طيب ايه الكوزس اوف دالنس؟ احنا قلنا النورمال طبعا النود بتاعتها ريزونانت، صح؟ امتى تبقى هايبر ريزونانت؟ لو في نيموثوركس او هايبر انفليشن. طيب امتى تبقى دال؟ قلنا طبعا دي فيها ايه الايبكس اوف لانج على الايه؟ الناحيه اليمين والشمال خلاص ايبكس اوف لانج. يبقى لو في بانكوست تيومر او في تي بي او ماسيف افيوجن. تمام؟ ايه التست ده؟ ويندو تست. ويندو تست بالظبط، او شامروث سكين تست. ده بيأسس الايه؟ لو في فيرست ديجري كلابينج. والانجل دي اسمها ايه؟ الانجل اهي يا جماعه ماشي، ما بين الضوفر كده والايه؟ والكيوتيك اللي هي الحته دي. ماشي؟ الانجل هنا بريزيرفد ولا لا؟ ولا اوبليتريتد؟ بريزيرفد. بريزيرفد بالظبط. يعني في كلابنج هنا ولا لا؟ لا مفيش كلابنج بالظبط كده. الويندو موجوده اهوت خلاص. لو الويندو ده مقفول مفيش ويندو يبقى ده فيرست ديجري كلابنج. طيب عايزين بقى ايه هي الشيست كوزز، شيست كوزز اوف كلابنج. برونكوجينيك كارسينوما. برونكوجينيك كارسينوما. انترستيشيال لانج ديزيز. سابيوراتيف لانج ديزيز، انترستيشيال لانج ديزيز. ميزوثيليوم. تمام. فيها مشكلة، فيها حاجة دي، حاجات كلها عبيطة يا جماعة، مش عايز حد يغلط في الامتحان بقى. الصحيح الانجل اسمها ايه؟ لوفي بوند انجل. اسمها ايه؟
لوفي بوند انجل. لوفي بوند هكتبها لكم اهي. تمام تمام يا دكتور. Really? تست ده بيأسس ايه؟ في الهابت ريمورس عنده ولا لا؟ لا يا راجل. عنده ولا لا يا جماعة؟ عنده يا دكتور. عنده واضحة اهي بيحرك ايديه اهو. ده سببها ايه دي بقى؟ هايبركابنيا. تمام. هنا الفيديو ده بيشوف لو في ابنورماليتيز في الماوس. نقول للمره اللي فاتت اهم حاجه ليه الساينوسيس في الاندر سيرفيس بتاع الماوس. تمام. يبقى مينشن بوسيبل فايندز تو ميك مش عارف ايه ديورنج سيمينيشن اوف ذا سبارت بيشنت تشست. هتقول له ايه؟ بشوف الاندر سيرفيس طنج، بشوف السنترال ساينوسيس. الحاجه الثانيه بشوف لو في اللي هو الملامبات سكورنج او باسس اليوفولا. تمام. لو البيشنت ده عنده اوبستراكتيف سليب ابنيا مش هشوف اليوفولا. تمام. يا اما كلها بقى، يا اما تلتها او نصها او ربعها. تمام كده. دي قلناها المره اللي فاتت. يبقى باسس لو في سنترال ساينوسيس والباسس اليوفولا عن طريق اللي هو الملامباتي سكورنج. الملامباتي اهوت هكتبها لكم اللي مش عارف السبيلنج بتاعها. رب اكتبها صح بس. ماشي تمام يا دكتور. اخر حاجه بقى، يا ريت بقى كلنا نركز. انا مش هقولها لكم دي لما نشوف الناس هتعرف تجيبها ولا لا. اوفرسايد. ايوه شايفين الحيز ما بين الشيست والابدومن الحته ديت؟ يعني شايفين الابدومن بتطلع بره، شايفين بقى الحته دي بتروح فين؟ بتتشفط لجوه اهو. اهو بتدخل جوه اثناء الانسبيريشن. عرفت ازاي يا عم ان هو انسبيريشن؟ لان البطن بتطلع بره اهي، يعني عكس حركه البطن. حتى بعض الناس بيسموها ايه؟ كوستال مارجن بارادوكس، لان في الموفمنت بتاعته بارادوكسيكال للنورمال او للابدومين. تمام. واضحه يا جماعه ولا حد مفيش حد شايفها؟ وبايلاترال على فكره، ها على الناحيتين، الحيز ما بين الشيست والابدومين بيتشفط لجوه اثناء الانسبيريشن. وفي انتركوستال ريتراكشن على فكره في سبيس اهو، بس الايفيدنت قوي الهوفر ساين. ماشي.
ها يا شباب، واضحة ولا ايه؟ اه تمام يا دكتور. دكتور طب ايه mention its significance دي؟ significance قصدك؟ اه معلش المفروض اقطع بس. لا 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 ولا يهمك. اللي بيأسس الايه بقى الهوفر ساين دي؟ هي بتحصل في ايه اصلا؟ الميكانيزم بتاعتها لو في لو فلات دايفراج والموست كومن كوز ليها ايه؟ سي او بي دي. تمام بس كده، يبقى السيجنفكانس لو هي موجوده يبقى بتقول لنا ان في لو فلات دايفراج معانا الناحيتين، واشهر سبب للكلام ده ايه؟ اللي هو السي او بي دي، او عايزه تقولي هايبر انفليشن وتحطي منها طبعا الموست كومن كوز اللي هو السي او بي دي. تمام؟ تمام. طيب سؤال، هل البرونكيال ازمه تعمل هوفر ساين؟ long standing بالظبط، لو في سيفير بيرسيستنت ازمه تعمل، انما الازمه العاديه يعني ممكن اثناء الاتاك ممكن. تمام، لان الهايبر انفليشن بيحصل في الازمه فقط اثناء الاتاك، وفي سيفير بيرسيستنت ازمه، وفي واحده كمان اسمها ازمه سي او بي دي اوفرلاب، بيبقى عيان طول عمره ازماتيك سنس تشايلد هود ويدخن بشراهه كده لغايه 40 سنه ويبدا يخش في سي او بي دي كمان. تمام، دي الكوزس اوف هايبر انفليشن مع البرونكيال ازمه، ازماتيك اتاك سيفير بيرسيستنت ازمه والازمه سي او بي دي اوفرلاب سيندروم. سؤالنا هنا ايه نيم ذا ساين اللي هي ايفيدنت زي ما اتفقنا في هوفر ساين، السيجنيفيكانس بتاعتها بتشوف لو في لو فلات دايفراج. تمام، وسببها طبعا الهايبر، الموست كومن كوز فيها هايبر انفليشن، والموست كومن كوز اوف هايبر انفليشن زي ما اتفقنا اللي هو السي او بي دي. تمام يا جماعه، الفيديوهات دي دكتور عبد الرحمن سجلها. تمام، يا ريت الناس اللي ما شافتش معانا من الاول تبقى تشوفها، ولو في اي مشكله نبقى نقولها بقالكم كده مره معايا، هنجمع كل حاجه بقى يعني ايه الصور والفيديوهات دي ونقولهم كلهم ان شاء الله، وهنزود شويه حاجات برضه. تمام، في حد عنده مشكله يا جماعه؟ دكتور هناخد اكس راي؟ نعم هناخد اكس راي؟ لا اكس راي مش داخله في الامتحان، سالت لكم ومش داخله. لا تمام يا دكتور، متشكرين جدا لحضرتك، بالتوفيق ان شاء الله. دكتور، وحاجات السكيل لاب داخله في الامتحان؟ دكتور لا لا مش داخله. لا